أعزائي طلاب المرحلة الخامسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا وعوائلكم الكريمة بخير وصحة وعافية. في هذا الكورس الأول لهذه السنة سوف ندرس مادة أو سيليبس أو مقرر يسمى Clinical Chemistry، الكيمياء السريرية. الهدف من هذا المقرر أو الموضوع إن أنت إن شاء الله من راح تبدي تزور المستشفيات وردهات المستشفيات للاطلاع على الحالات المرضية خلال هذه السنة كطالب مرحلة خامسة، وإن شاء الله بعد ذلك عندما تتخرج وتشتغل كصيدلي سريري بالمستشفى من راح تيجي على كل مريض راح يكون موضوع قدام كل مريض فشي يسمى طبلة المريض اللي هو فايل المريض موجود بكل المعلومات اللي متعلقة باسمه ووزنه وطوله وحالته الصحية ودايجنوزز مال التشخيص للحالة المرضية وليش دخل للردها وإذا كان عنده ميديكال هيستوري وهواية أمور. بضمنها راح تلاحظ أكو أوراق رفيعة وطويلة اللي هي تطلع من أجهزة بالمختبرات اللي تشمل بها تحاليل الكوليسترول يعني اللي متعلقة بالليفر فانكشن تيست عمل الكبد وعمل الكليتين وكمية الأكسجين بالدم وكمية CO2 و و و و هواي اكو. فأنت من تشوف عندنا الأرقام والتسميات راح تشوفها فد أمور نوعا ما تشوفها معقدة شلون راح تفتهمها، بينما هي شغلة سهلة وهي شغلة مهمة جدا أيضا. ليش؟ لأن راح تفيدنا تشخيص حالة المريض وين المشكلة أو المشاكل اللي هو أو هي بيعاني من عندها، بالإضافة لأن هذه التحاليل المختبرية تساعدنا أن نعرف تساعد الطبيب وتساعدنا كصيادلة سريريين أن نفهم أنه الحالة المرضية لهذا المريض تتحسن، الحالة الصحية العفو تتحسن أم تسوء، يعني أكو استجابة للعلاج، هل العلاج صحيح، هل العلاج ده يشتغل صح بالجرعة صح، هل هناك تأثيرات جانبية للعلاج. هاي كلها راح نحاول انه نفهمك هنا هاي الارقام والتسميات اللي دا تشوفها بهاي التحاليل او هاي الاوراق الموجودة في طبلة المريض شنو معناتها وشنو الهدف منها. راح نتناول تيستات اختبارات معينة او تحاليل مختبرية معينة والنورمال ليفل لكل شيء يتم قياسه وشنو معناته اذا زاد او قل. فاول محاضرة عندنا اليوم راح نتناول ما يسمى بالكيدني فانكشن تيست اللي هو التحاليل المختبرية اللي نستخدمها من اجل تقييم عمل الكلية او الكليتين. نظرة عامة عن الكليتين، الفانكشنز شنو مهام الكليتين؟ شنو الفائدة منها؟ انتو كلكم تعرفوها بس للتذكير. اول واحدة regulation of homeostasis يعني تحافظ على حالة التوازن للجسم من خلال الالكترولايتس والمينرالز والسوائل والبروتين وغيرها وغيرها بحيث ان الجسم يكون طبيعي ويشتغل بشكل طبيعي. الالكترولايتس مثل ما قلنا باول نقطة اللي هي الالكترولايت اللي تشمل الصوديوم والبوتاسيوم و و و وهي ذني امور جدا مهمه في المحافظه على ضغط الدم وايضا النير بالسز انتقال الانبوبات او النبضات العصبيه والنيرف كونكشن. كميه السوائل في الجسم الاسيد بيس بالانس اللي هي كلش مهمه حتى تحافظ على النورمال بي اتش وذن النورمال رينج. Remove waste and toxic products from the body هي النواتج العرضية للعمليات الأيضية والتنفس وغيرها. Filtration and excretion حتى تتخلص من أي سموم أو نواتج عرضية موجودة في الدم. Synthesize of the hormones الكليتين مسؤولة عن إنتاج أنواع معينة ومهمة من الهرمونات اللي يحتاجها جسم الإنسان حتى يستمر بعمله بشكل طبيعي. الاناتومي اوف ذا كيدني اللي هو تشريح الكليه، الحجم مالتها 12 سنتيمتر، طولها وزنها 150 جرام،
تستلم 25% من الكاردياك أوتبوت، يعني ربع إنتاج القلب ضخ الدم راح تستلمه الكلية. الكاردياك أوتبوت مقدار ما يدفع القلب بالدقيقة الواحدة اللي هو 3 ألتار، فإذا 25% من عنده، فإذا كل كلية راح تستلم 0.75 لتر بير مينت، وتفلتر 180 لتر بير داي. والكمية اليورين أو البول التي يتم إنتاجها باليوم اللي هو من 0.4 إلى 2 لتر بير داي. السؤال هسه، ليش إحنا نفحص الرينال فانكشن؟ ليش نسوي الاختبارات؟ أول شيء حتى نقيم the functional capacity of the kidney، عمل الكلية هل ده تشتغل بكامل طاقتها وكفاءتها أو أكو مشكلة هناك. Early detection of possible renal impairment، إذا أكو أي عجز بعمل الكلية نقدر نحدده ونشخصه بدرجة أو بوقت مبكر، وهاي كلش مهم. كل الأمراض اللي بالدنيا من تشخص بوقت مبكر بداية المرض يكون علاجه كل السهل، والمشاكل اللي قد تتعلق به تكون جدا طفيفة وقليلة. Severity and progression of the impairment، إذا حدث العجز الكلوي نقدر نريد نحدد السيفيريتي، شدة هذا العجز ومقدار تطوره، هل هو وقف أم لا زال في تطور، وش قد وصل لمستوى التطور هذا. Monitor response to the treatment، احنا بدينا نعطي علاجات سواء لمشاكل بالكلى او باجزاء اخرى بالجسم، فمن خلال هاي التحاليل نقدر نعرف ان الجسم ده يستجيب بشكل صحيح لهذا العلاج، هل هذا العلاج صحيح والاستجابة صحيحة له حتى ناخذ اجراء بتغيير العلاج او بتغيير الجرعة او طريقة الاعطاء. Monitor the safe and effective use of drugs which are excreted into the urine، هاي شغلات في حالة TDM therapeutic drug monitoring راح تتناولوها هاي في مادة أخرى بالكورس الجاي إن شاء الله. من خلالها نقدر نعرف تركيز الدواء هل وصل إلى المستوى المطلوب، ونتمنى أنه ما وصل إلى التوكسيك ليفل، يعني عبر لي المستوى المطلوب أو أقل من المستوى المطلوب. يعني ما خلص هاي النقطة، ان احنا من نعطي علاج او اي اني تريتمنت للمريض الهدف منه شنو؟ ان نحصله الى المستوى المطلوب اللي هو الكونسنتريشن ستاد ستيت حتى نحصل التأثير الدوائي المطلوب. فمن نجي نقيس تراكيز الدواء في الادرار نقدر نعرف انه هذا الدواء اللي انطيناه هل هو بالتركيز المطلوب، حتى نعرف بعدين احنا نعدل التركيز نقلله او نزيده او اوقات الاعطاء حتى نحصل افضل علاج وافضل تأثير. بس للتصحيح للنقطة واحدة من النقاط اللي ذكرتها فوق، الاناتومي اوف ذا كيدني، الكاردياك اوتبوت 3 لترات بالمنت الواحد، فالكليتين اثنيناتهم يستلمون 3/4 لتر بوينت 75 liter per minute. هسه احنا من نحكي عن الكدني نريد نعرف شنو اللي المواد اللي موجودة بالجسم او العناصر الموجودة بالجسم اللي هي ممكن ان تفلتر من خلال الكلية او الكليتين، واللي ما ممكن او اللي كليتين تمنع مرورهم. الفريلي فلتر تشمل المي، الاليمنتس اللي تشمل الالكترولايت والمينرالز، والجلوكوز بنسبة جدا ضئيلة من 0 إلى 0.8 مللي مول بير لتر. أكثر من هذا يعني في الحالات العادية من نحلل الإدرار يطلع نيجاتيف تقريبا، بينما للناس اللي عندهم دايابيتيك هو يكون عالي من يصعد عن 180 يشخص به الإدرار. اليوريا، الكرياتينين والإنسولين، هاي فريلي فلتر يعني الكليتين تسمح بمرورهم بشكل طبيعي. اللي ما ممكن هي البروتين والبلوب سيلز، يعني من ذن الاثنين تشخص انه موجودة بوزيتيف اذا اكو هناك مشكلة، ومشكلة كبيرة. شو وقت احنا لازم نسوي assessment او لتقييم لعمل الكلية او الكليتين؟ بالناس المتقدمين بالعمر
هذا جدا مهم. والمعروف انه احنا يعني حتى نصحح هاي الفكرة اللي ببالنا، معظم الريفرنسز يقول الاولدر ايجز، بس اللي ينصح فيه طبيا حتى الناس اللي بأعماركم انه يسوون تحليل كل 6 اشهر. اكو فتشي اسمه فول بادي تشيك، هذا يفحص الجسم بصورة شاملة، تحاليل مختلفة لعمل الكبد والكليتين وغيرها، هو يكون عادة باكيج يعني بحزمة واحدة. المفروض احنا كل 6 اشهر نسوي هذا التحليل. بعض منكم راح يقول هذا مكلف، لا، بالنسبة لصحة الإنسان اللي هي أغلى شيء بالوجود هذا يعتبر جدا شيء بسيط. مثل ما قلت بالسلايد السابق إنه إذا أكو لا سامح الله مشكلة نقدر نحددها بالبدايات ونقدر نعالجها ونتلافاها. بس هي عموما إن إحنا دا نسوي رينال فانكشن تيست للأولدر إيج، الأولدر إيج الناس اللي تكبر بالعمر ينصح إن نسويها لهم. العوائل اللي عندها هيستوري من الكرونيك كيدني ديزيز CKD ينصح الناس الأجيال مالت هاي العائلة إن تسوي هذا التحليل بين فترة وأخرى. في حالة إذا الأشعة أو السونار أظهر أن هناك تقلص أو صغر بحجم الكلى، فينصح بعمل رينال فانكشن تيست. من يجي مولود جديد بوزنه أقل من الوزن المطلوب، إذا كان مريض يعاني من مرض السكري دايابيتس ميليتس ينصح أيضا بعمل رينال فانكشن. المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، الاوتوميون ديزيزز مثل الاس ال اي وغيرها وغيرها كلها تنصح بعمل رينال فانكشن تيست. ليش؟ لان كل الاوتوميون ديزيزز هي صار مشاكل بالاميون سيستم اوف ذا بودي اللي هو راح يبدي يهاجم الفايتال اورجانز مثل الكبد والكلى و اللنجز الرئتين، فلازم نشيك الرينال فانكشن من وقت الى اخر. إذا كان أكو التهابات متقدمة بها الكدني باليورينري تراكت انفكشن، نفرو ليثايسس حالة تحصل كلية أكو حصو بها الكلية، أبستراكشن تو ذا لور يورينري تراكت إذا كانت أكو انسدادات أو تضيقات في مسالك البولية السفلية، وإذا في حالة التعرض إلى التراكت توكسيستي في حالة التعرض إلى سمية تسمم بالدواء. فهذه النقاط المهمة أو الأساسية اللي على أساسها ينصح أو يفضل بعمل assessment للرينال function. هسه من نريد نسوي رينال function test، شلح نفحص؟ أكو 4 نقاط أساسية اللي بعدين كل واحدة منها تتفرع إلى عدة نقاط، من خلالها نقدر نحلل أو نفتهم هنا الكليتين دي تشتغل بشكل طبيعي او لا. النقاط الاساسية الاربعة اللي هي اليورين اناليسيس، بلود اكزامينيشن، جلوميرولار فانكشن تيست، والتيوبولار فانكشن تيست. هسه نحكي كل واحدة من دن ايش تشمل. بالنسبة للبلود تيست يشمل اليوريا او بلود يوريا نيتروجين او اثنيناتهم، كرياتينين، اليوريك اسيد، level of several elements مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس. اليورين تيست اللي يشمل glomerular filtration rate، urine volume، urine urea، minerals into the urine، urine protein، the glucose، hematuria، osmolality، the appearance with a specific gravity والpH. بالنسبة للجلوميرال فلتريشن ريت يشمل الكليرنس تيست، بلازما كرياتينين، يوريا، يوريك اسيد، اند بيتا 2 مايكروجلوبولين. رينال تيوبولار فانكشن تيست يشمل الاوزمولاليتي، ميجرمنت بروتين يوريا، جلوكوز يوريا، اند امينو اسيد يوريا. العوامل الأساسية أو الخطرة اللي تؤثر بشكل مباشر على عمل الكلية أو الكليتين وقد تؤدي إلى تدمير
الكلية أو الكليتين في نفس الوقت. أول شيء anatomical structure congenital disease، هاي الأمراض الوراثية أو العيوب الخلقية بالولادة بعد الولادة التي قد تحدث، التي تؤثر بشكل مباشر على الكلية أو الكليتين فتقلل من كفاءتها أو تدمرها بالوقت. الانفكشنز، كثير من الالتهابات البكتيرية خصوصا أو الفيروسية أو احتمال حتى الفنجل اللي هي الفطريات اللي تنتقل إلى الدم مو اللي بالجلد، بس هي الشائعة والخطرة هي عادة البكتيريال انفكشن. إذا أهملت وما استلم المريض العلاج الصح بالوقت الصح قد تؤدي إلى تدمير الكلى وتقلل من كفاءته. الدايابيتس معروف، السكري دائما سواء تايب 1 أو تايب 2 إذا ما يتم السيطرة عليه، لأن ما راح نقول علاجه وما له علاج مع الأسف، فقد يؤدي بالنتيجة إلى تفاقم الحالة ويؤثر بشكل مباشر على عمل الكليتين واحتمال يدمرها ويوقفها. إذا أكو أي حصوة موجودة بالكلى أو بالحالب أو بالمثانة لازم يتم علاجها، أما بإعطاء بعض الأدوية اللي تفتتها وتزيلها أو باستخدام الجراحات أو بالليزر اللي قد تفتتها. السموكينج، التدخين بالاستمرارية قد يؤدي إلى مشاكل متعددة وخطرة، واحدة من أدهن يأثر على عمل الكلى ويدمرها. دايت اند ووتر، يعني نوع الأكل اللي إذا تاكله، الناس اللي إذا تاكل ما يسمى بالان هيلثي فود أو الجنك فود مع الأسف، مثلا يستهلك كمية سكريات عالية، دهون عالية، أكل بنوع أملاح أو أملاح تراكيزها جدا عالية، هذني كل تأثر طبعا بشكل مباشر على عمل الكلى بالاستمرارية قد تدمرها. أيضا بالنسبة للووتر، إحنا لازم ناخذ ماء نظيف وبكمية كافية يوميا بحيث حتى نحافظ على تركيز أو مستوى الماء بالجسم وأيضا يحافظ على عمل الكلى. معظم الأسباب أو الأسباب الشائعة التي تؤثر بشكل مباشر على الكليتين وتدمرها هي diabetes and high blood pressure، اللي هي السكري بنوعين 1 و2 وارتفاع ضغط الدم. وطبعا هنا تدمير الكلى ما راح يحدث بشكل مفاجئ، وإنما راح يكون على شكل stages، يعني مراحل، يبدي من ستيج 1 ويصعد إلى أن يوصل إلى مرحلة كلش متقدمة، وذيك ذاك الوقت ما نقدر كل شيء نسوي للكلى، لا نقدر نحسن حالتها ولا نعالجها، فراح يضطرون إلى رفعها، وقبل ما يرفعوها يبدأ المريض يروح لما يسمى بالغسيل الكلوي اللي هو يحطوه على جهاز اللي هو كلية اصطناعية. تبدي تغسل الدم مالته وتنظفه، يعني تقوم عمل الكلية إلى أن يجد متبرع ويستلم كلية، هاي في حالة إذا لقى. وطبعا إحنا من نحكي الحكاية إنه والله هي نزرع كلية جديدة، هذا بالحكي سهلة بس بالتطبيق جدا صعبة. ليش؟ لأن أول شيء لازم نلقي شخص متطابق نسيجيا يتطابق، وحتى لو كان التوأم مالته صعب انه تلقي تطابق من مستوى عالي بحيث نقدر نسوي هاي العملية. هاي طبعا في حالة اذا الطرف اللي دا يتبرع قبل بالموضوع. في حالة اذا قبل وانه اكو تطابق احنا محصلين، المريض هذا اللي لح يستلم الكلى لح يظل طول عمره يستلم ادوية تقلل او تضبط الجهاز المناعي، لانه في كل الاحوال لح يبدي الجهاز المناعي للجسم يتعرف على هذا العضو الجديد ولح يرفضه، في قسم من الحالات يرفضه أو يبدي يهاجمه، فهذا لح يسبب مشاكل، ومشاكل جدا خطرة، فيضطر المريض أنه يبدي يستخدم أدوية لتثبط من جهاز المناعة لباقي عمره حتى يقدر يستمر بهذا العضو الجديد ويكمل حياته. بس هاي المشكلة بهاي الأدوية أنه هي مكلفة وتأثيراتها الجانبية جدا كبيرة وجدا معقدة وتسوي مشاكل جدا متعددة. ومن هذا نحط ببالنا أن المحافظة على الكليتين حتى تحافظ على عملها وشغلها جدا مهم.
المشاكل اللي قلناها في المقيسية تبدي بستيجز، يعني مراحل. هاي المراحل راح تقلل أو تؤثر بشكل مباشر على عمل الكلية بحيث تقللها temporarily، يعني لفترة مؤقتة إلى أن نحددها ونعالجها، أو تستمر لفترة طويلة. بكل الأحوال هي هاي طبعا راح تسبب مشاكل أخرى. ليش؟ لأن ذن الفيتال أورجانز اللي هي الأعضاء المهمة بالجسم اللي هي الجهاز الكليتين والكبد والقلب والرئة والدماغ أو العقل البشري البرين، إن ذني مرتبطات تقريبا وحدة باللخ، فأي مشكلة بواحد مسألة وقت راح يأثر على اللخ، ومن يدمر عضو من عدهن يسبب تدمير البقية. ولهذا من هاي نفتهم إنه مهم جدا إن نحافظ مثل ما قلت على عمل الكليتين وصحتهم، وإن نشيك عملهم بين فترة وأخرى حتى نتلافى أي مشاكل. هسه وصلنا إلى أول تحليل أو أول تحليلين نشوفهم وتنطلب دائما من شيك رينال فانكشن تيست، اليوريا أند بلود يوريا نيتروجين. اليوريا هي بحد ذاتها هي الناتج العرضي اللي تنتج نتيجة الميتابوليزم مال البروتين اللي يتم تصنيعها بالليفر، لأن يعني الميتابوليزم للبروتين اللي يحدث هناك وتنتج من عدا اليوريا، راح تنتقل بالدم إلى الكلى واللي يتم تصفيتها والتخلص من عدها بأن تمزج ويا الماء الزائد وتشكل ما يسمى باليورين أو الإدرار. بينما البلود يوريا نيتروجين اللي هي تعني مقدار النيتروجين الموجود بالدم، والنيتروجين هو الناتج العرضي اللي يحدث نتيجة الميتابوليزم مال اليوريا. البلود يوريا ليفل هي بصورة عامة هي not specific indicator for renal dysfunction، يعني ما تستخدم كتقييم جدا نقدر نعتمد عليه بأن نقول أنك هناك مشكلة بالكلى، بس لا زالت تطلب ولا زالت تذكر في الرينال فانكشن تيست. ليش هي نوت سبيسيفيك؟ لأنه أكو عدة عوامل تؤثر على تركيز أو كمية اليوريا الموجودة بالدم. أول واحدة الدايت اللي نأكلها، إذا كان بها بروتين عالي يؤثر على أن يرفع تركيز اليوريا بالدم، لأن قلنا هي اليوريا هي الناتج العرضي للبروتين ميتابوليزم. أكو مشاكل أخرى ما مرتبطة بالكدني أيضا قد تسبب ارتفاع لليوريا، مثل الهارت فيلر والبلود بريشر أيضا تؤثر. الانديكيشن مال اليوريا ليفل يصعد هو عادة مو بالإيرلي ستيج أوف رينال امبيرمنت، عادة من تكون الحالة متقدمة 50% مشاكل بعمل الكلى، يعني فقدنا تقريبا 50% من عمل الكلى يلا نلاحظ انه اليوريا بدأت تصعد وبشكل ملحوظ. فمن هذا نستشف أو نفتهم ليش هي not specific، بس لا زالت تطلب ولا زال نعتبرها كعنصر مهم في renal function test. هسه بهذا السلايد راح نركز إذا كان التحليل اللي طلع اليوريا ليفل أعلى أو أنصى من المستوى المطلوب. بكل حالة إيش تعني أو شنو اللي نقدر نستنتجه من هاي الأرقام؟ إذا كان سيروم يوريا عالي يعني شنو؟ أكو قصور بعمل الكلى نتيجة انسدادات أو نتيجة أورام أو مشاكل موجودة بالكلى. إذا أكو التراكت مسدودة، أكو ستون هناك، أو تضخمات في مناطق معينة اللي تضغط على الحالب أو المثانة أو الحليل وتسبب تقليل بكمية الإدرار اللي يطلع. إذا أكو مشاكل بالقلب أيضا تسبب تقليل كمية الدم اللي تروح للكليتين، فيؤدي إلى ارتفاع كمية اليوريا في الدم. أكو بعض الأمراض مثل congestive heart failure، shock، stress، heart attack، severe burns، هذني كليتها أو كليتها تسبب ارتفاع بكمية اليوريا بالدم. dehydration للناس اللي ما تشرب مي بكميات كافية ويصير عندهم جفاف.
مثل ما قلنا إذا كان الشخص يستهلك كميات بروتين جدا عالية بالدايت مالته أيضا تسبب ارتفاع بنسبة اليوريا بالدم وقسم من الأدوية. هاي في حالة الارتفاع. إذا في حالة الانخفاض مؤشر إلى شنو؟ إذا very low protein diet malnutrition، يعني الناس اللي ما تأكل بكميات كافية من الطعام وتكون أيضا كمية البروتين بيها جدا منخفضة، قد تؤدي إلى تقليل كمية اليوريا بالدم. إذا كان هناك severe liver damage اللي يؤثر على اليوريا سايكل، فماكو ميتابوليزم للبروتين، فالكمية اليوريا اللي راح تطلع راح تقل، وراح يسبب انه increase للفري امونيا ليفل اللي يؤدي الى ما يسمى بالهيباتيك كوما. اوفر هايدريشن، الناس اللي يشربون كميات مي جيدة خلال النهار قد تؤدي إلى أن تكون نسبة اليوريا عندهم ضمن الطبيعي أو أقل من الطبيعي. والبريجنانسي أيضا في الحمل بالذات في الفيرست ترايمستر تلاحظ أنه كمية اليوريا تكون منخفضة. فهسه إذا نريد نعرف النورمال ليفل بالنسبة للبلود يوريا نيتروجين واليوريا بالدم، طبعا لازم نحط فتشالة ببالنا إن أنت من تستلم تحليل مثلا بالمستشفى سويت للرينال فانكشن، وإذا سويته بمختبر برا أو في مختبر ثاني برا راح تلاحظ إن أكو الأرقام ده تتغير، وأيضا الوحدات المستخدمة بالقياس تتغير، فهي حسب الكيت المستخدم. بس أنا راح أذكر لك الجنرال ليفلز اللي هي المتداولة بصورة عامة. بالنسبة للبلود يوريا نيتروجين للنورمال ادلت هي عادة من 6 إلى 20 ملي جرام بير ديسيليتر، واليوريا هي من 20 إلى 50 ملي جرام بير ديسيليتر. البلود يوريا نيتروجين كل 10 ملي جرام بير ديسيليتر equal to يوريا 21.4 ملي جرام بير ديسيليتر. فمن هذا نفهم إذا حصل نتيجة واحدة البلود يوريا نيتروجين بحدة أو اليوريا بحدة نسبة وتناسب، نقدر نحول وحدة للخ فنعرف العامل الآخر. يعني حصلنا البلود يوريا نيتروجين نقدر نعرف من خلاله إيش قد أكو يوريا، وإذا حصلنا يوريا نعرف نقدر نحسب البلود يوريا نيتروجين من خلال هاي النسبة والتناسب. المرات اليوريا تجي ملي جرام بير ديسيليتر، مرات ملي مول بير ليتر، قلنا هي من 20 إلى 50، بس من يصير ملي مول بير ليتر راح يصير 2.5 إلى 7.8 ملي مول بير ليتر. وبالنسبة لي البلود يوريا نيتروجين قبل شوي قلنا 6 إلى 20 ملي جرام بير ديسيليتر، بعض المختبرات تحسبها من 7 إلى 22 ملي جرام بير ديسيليتر، أيضا هي قريبة للرقم الأولي أو الرينج الأولي اللي قلته. فهذين هي الرينجين، الأول لليوريا والثاني للبلود يوريا نيتروجين. ضمن هذا الرينج كل شيء طبيعي، أكثر لحن مثل ما قلت بالسلايد القبله إيش تعني أكثر أقل، أيضا بالسلايد القبله قلنا إيش تعني وهاي الاحتمالات. ولهذا إحنا راح نعتمد على أمور أخرى حتى نفهم إنه هذا المريض من شنو يعاني حتى طلعت البلود يوريا أو البلود يوريا نيتروجين عالية أو ناقصة.